اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. استوديو الجزائر مستمر معكم لهذه الامسيه. طبعا كما اعلنت قبل الفاصل موضوعنا الثاني متعلق بالطرقات وسير السيارات. هذه المره سنتحدث بشكل اساسي عن قضيه الركن العشوائي للسيارات، هذه الممارسات السلبيه التي للاسف منتشرة كثيرا في مختلف المدن الجزائرية. اليوم قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها في موقع الفيسبوك قالت وذكرت أنه ركن السيارات بطريقة عشوائية تترتب عنه عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 2500 دينار جزائري. طبعا سنطرح السؤال عن هذا الركن العشوائي، ما هو تعريف الركن العشوائي، ما هي الظروف التي يتم فيها الحزم إزاء هذا الركن العشوائي، وطبعا حديث عما يسببه من إزعاج وعما يسببه من اختناق مروري وعن فوضى مرورية للأسف نشاهدها في الكثير من المناطق. كما نتحدث مشاهدين الكرام عن حركة المرور في ظل أو في إطار أو في خضم موسم الاصطياف، موسم الاصطياف حركية مرورية كبيرة نشاهدها في المدن السياحية خصوصا المدن الساحلية التي يقصدها عدد كبير من المواطنين، مما يفرض وضعا مروريا خاصا. كيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟ كما تحدث أيضا عن حوادث المرور التي للأسف لم تفارقنا خلال الأيام الماضية. اليوم فقط في ولاية الجلفة 6 ضحايا سقطوا إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة للنقل العمومي، مما خلف هذا العدد من الضحايا والجرحى. طبعا نتمنى ندعو بالرحمة للضحايا لمن توفوا والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. لمناقشة هذه المواضيع المرورية معنا عبر الهاتف الرائد سمير بوشحيط وهو رئيس مكتب الإعلام والاتصال لمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني. سيدة الرائد مساء الخير. مساء الخير لكم جميعا ولكل مشاهدي قناة البلاد. سيدة الرائد، إذن اليوم نبهتم إلى هذه القضية المهمة جدا، قضية الركن العشوائي. في رأيكم وفي تعريفكم يعني القانوني والتقني والإجرائي لهذا الركن العشوائي، ما هو الركن العشوائي؟ نعم شكرا لك. إذا حتى يفهم المواطن يعني ما معنى الركن العشوائي قانونيا، يعني حسب نص القانون 1401 المعدل والمتمم وكذلك المرسوم التنفيذي 381/04 المعدل والمتمم كذلك. إذا ماذا يقصد بالركن العشوائي؟ الركن العشوائي هو عبارة عن الوقوف أو التوقف المعيق لحركة المرور في حالات معينة. مثلا ما هو الوقوف؟ الوقوف أن تركن المركبة نتاعك في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف ويكون المحرك متوقف تماما، المحرك يكون متوقف تماما. أما التوقف فهو ركن المركبة ويبقى المحرك تاعها مشتعلا على الطريق خلال مدة معينة تستلزمها ضرورات عدم السير. هذا هو الوقوف والتوقف يعني المعيق لحركة المرور. متى نقول بأن هناك وقوف تعسفي معيق لحركة المرور؟ إذا لما هي من المفروض يعني المركبة أن توقف من طرف سائقها تكون موافقة لاتجاه السير، يعني المركبة تتوقف باتجاه حركة المرور. الممنوع ركن المركبة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، هذه حسب القانون مادة موضوعية. أما هناك بعض يعني الحالات، مثلا في حالة إذا كان الطريق مزدوج، إذا كان الطريق مزدوج كيف يمكن ركن المركبة؟ تكون على الجانب الأيمن من الطريق، تكون على الجانب الأيمن من الطريق باستثناء أحكام تنفذها السلطة المختصة. من هي السلطة المختصة؟ مثلا رئيس المجلس الشعبي البلدي له صلاحيات كبيرة جدا في تنظيم حركة المرور عن طريق مثلا وضع إشارات مرورية بجانب الطريق تمنع وقوف أو توقف المركبات أو تمنع وقوف المركبات، وكذلك هناك إشارات تمنع توقف المركبات. إذا رئيس المجلس الشعبي أو الوالي المنتدب له هذه الصلاحيات. بالنسبة للطريق اللي تسير في اتجاه واحد، تكون عندنا طريق يسير في اتجاه واحد
تركن المركبة على الجانب الأيمن أو الأيسر لا بأس، باستثناء كما قلت أحكام تنفذها السلطة الإدارية كرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، لهم صلاحيات واسعة في تنظيم حركة المرور. أما من يخالف هذا الركن يعني اللي جاء به القانون 14/1 المعدل والمتمم، فهناك عنده يعني مخالفة مرورية من الدرجة الثانية يعاقب عليها ب 2500 دينار جزائري طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي 381/4 والماده 66 الفقره ب المسطى 7. وهناك بعض الحالات للوقوف والتوقف العشوائي عديده نشاهدها يعني يوميا، وهي عباره عن سلوكيات ممنوعه على مستوى شبكه الطرقات. لماذا؟ لان القانون واضح في هذا الشان ويعاقب عليها وموجوده في نص القانون 14/1. مثلا لما نتجه نحو المؤسسات التربويه او المؤسسات الصحيه فنجد امام هذه المؤسسات ركن عشوائي للمركبات، وهذا يعاقب عليه القانون بشده ويمنع من عباده ركن المركبات بجانب المؤسسات التربويه وكذلك بجانب المؤسسات الصحيه او العقابيه، اذا يمنع منعا باتا. لانه انت ربما ست الرائد تحدثت عن جمله من الضوابط والمحددات للركن يعني المشروع للسيارات، لكن في احيان كثيره للاسف وهذا ما نشاهده في طرقاتنا وفي شوارعنا وكانه السائق يترصد اي مكان أي مكان، أحيانا مكان لا يخطر أبدا في البال، تجده يغادر مباشرة، قد يعطل سير مؤسسة معينة، قد يعطل نشاط تجاري معين، قد نعم يتسبب في زحمة مرورية، المهم هو يفري شغله وخلاص. نعم، هذه نقطة مهمة جدا. إذا بعض السلوكيات اللي يرتكبها بعض السواق لست أدري هل عن جهل أو مثلا تحدي للقانون، إذا هناك بعض السلوكيات اللي هي ركن المركبات في مناطق مثلا خطيرة وتعطل مصالح الناس وتعطل مصالح المواطنين، وهنا قلت لك ربما قد يعاقب عليها ضمن قانون العقوبات هذا السائق إذا شكل خطرا على مستعملي الطريق أو إذا شكل خطرا على المواطنين. إذا كان هذا السلوك مثلا يشكل خطر، نعطيك مثال، مثلا في حال تركنا المركبة في إحدى المنعرجات وحدث حادث مرور مثلا جسماني أو مميت، فهنا يكون صاحب المركبة يكون قد ارتكب جنحة في قانون العقوبات اللي هي تعريض حياة الناس للخطر، وهنا تطبق عليه أحكام قانون العقوبات. ربما الكثير من المواطنين يجهلوا هذه العقوبات ويجهلوا هذه المواد، فتجده يركن المركبة نتاعو أمام مثلا المحلات التجارية أو الأسواق كذلك، وأمام مثلا أمام محطات القطارات أو فوق سكة الترامواي أو بجانب كذلك السكة الحديدية، وهذا ممنوع ويعاقب عليه القانون. لماذا؟ لأنه ممكن يعرض نفسه وحياة الركاب اللي معاه للخطر ويعطل كذلك هذه وسائل النقل. في قضية ربما العمومية الركن ربما هو مثل ما تفضلت ومثل ما ينص عليه القانون هو يتم في جهة فقط في جانب فقط من الشارع، لكن للأسف أصبحت كلتا الجهتين هما مكان للركن وتحولت الشوارع فعليا حتى ولو كانت شوارع ربما ضيقة نسبيا إلى أماكن لركن السيارات، وبالتالي حركة المرور تسير بشكل جد 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 ضعيف وضئيل. نعم، من أسباب الازدحام المروري مثلا في المدن الكبرى اللي عندها كثافة مرورية كبيرة جدا كالعاصمة، نعطي مثال مثلا بالعاصمة، هناك نسبة كبيرة تصل حتى 60%، السبب نتاعها هو الركن العشوائي للمركبات. سبب هذا الازدحام المروري أو سبب هذا الاكتظاظ هو الركن العشوائي للمركبات. تجد مثلا شاحنة من الوزن الثقيل يقوم بركنها على مستوى جانب من جوانب الطريق، وهذه الشاحنة تكون عندها طول معين مثلا وتكون عندها حجم معين، هنا حركة المرور تتعطل ويصبح يعيق السير الحسن لحركة المرور. إذن هذا هو الوقوف أو التوقف التعسفي المعيق لحركة المرور. إذن هذا وش يعاقب عليه القانون، وإحنا شاهدنا يعني في عديد من المرات
أنه تلقى حركة المرور بطيئة ومضطربة بسبب ركن المركبة على الشريط الاستعجالي، وهذا موضوع آخر كذلك ومهم جدا. التوقف على مستوى الشريط الاستعجالي أو الشريط التوقف الاضطراري ممنوع ويمنع منعا باتا، ويعاقب عليه القانون 14-1 تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، يعاقب عليها ب 3000 دينار جزائري. هذا شيء موضوع مهم جدا. إذا حركة المرور خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة في أغلب الأحيان تجدها مضطربة بسبب ركن إحدى المركبات أو إحدى السواق، بسبب تصرف إحدى السواق من خلال ركن مركبته بطريقة عشوائية دون مراعاة أحكام وتعليمات المرور. وهنا بالحقيقة تم مرارا وتكرارا إصداء تعليمات للوحدات الميدانية أو وحدات أمن الطرقات للطريق الوطني بضرورة التعامل أو التحلي بالصرامة في تطبيق أحكام هذه القوانين، خاصة الركن العشوائي والتوقف على مستوى الشريط الاستعجالي. هذه تعتبر مخالفات خطيرة جدا. لماذا؟ لأنه تعطل مثلا مصالح الحماية المدنية عند التدخل، صحيح. تعطل مصالح الطريق الوطني عند التدخل في حالة حدوث حادث، أو تعطل يعني المصالح الأمنية في جميع الحالات. مثلا لو يكون فيه طارئ تصعب على مصالح الحماية المدنية التدخل، يصعب على مصالح الطريق الوطني الوصول إلى مكان الحادث في أقرب وقت. وفي ربما قضية ربما دائما نشاهدوها لما يكون يعني شخص ما يعني ركن سيارته في مكان غير مناسب ولا غير لائق ولا غير مخصص أساسا للركن، يقول لك يا أخي عندي شغل بسيط لحظات قليلة أصبر علي شوية، كيف يكون الجواب لهؤلاء؟ هذا يعني هذه السلوكيات بشكل عام تدخل في إطار الوعي المروري لدى المواطن. لما يتوفر الوعي المروري لدى السائق أو لدى مستعمل الطريق، أو لما يكون هذا مستعمل الطريق يتحلى بالتربية المرورية، سنصل إلى نتيجة إيجابية. سنقوم بتحسين موضوع السلامة المرورية، وتكون عندنا يعني سلامة مرورية في طرقاتنا على مستوى شبكة طرقاتنا. إذن هذه المعلومات أو هذه الأحكام اللي موجودة في قانون المرور، ربما يعني أغلب السواق يعلمون بأن التوقف العشوائي هذا راه يعاقب عليه القانون بشدة وعنده غرامة مالية، ولكن يتمادى في ركن المركبة نتاعو في مناطق تشكل خطر على مستعملي الطريق وتعيق السير الحسن لحركة المرور. إذا الوعي المروري ضروري لدى مستعملي الطريق، لدى السواق، وإحنا هنا قيادة الطريق الوطني راهنت على هذا البند بشدة، واقترحت عدة مرات بضرورة يعني إدراج مادة التربية المرورية على جميع المستويات، وقلنا يعني بضرورة مناقشة مواضيع السلامة المرورية على جميع المستويات، في المدارس، في التكوين المهني مثلا، في المساجد، في جميع المنابر اللي تستقطب الجمهور، في المنتديات، في التظاهرات. لماذا نقوم احنا مثلا بالمشاركة في بعض التظاهرات الوطنية الكبيرة؟ من أجل إرساء مبدأ السلامة المرورية لدى المواطن، حتى نقوم يعني بتبليغ المواطن هذا أو بشرح بعض القوانين، نعطيهم بعض التوجيهات، نعطيهم بعض الإرشادات، لعل هذا المواطن يعني يستمدها في خلال. نعم سيد الرائد، ربما دائما ما تكون فيه يعني حملات توعوية وتحسيسية بضرورة أنه يكون لدينا سلوك مروري سليم، سلوك مروري يجنبنا هذا المخاطر على النفس، ولا المخاطر على حتى على سير النظام العام وعلى سير الطرقات وعلى الأشغال العامة. لكن دائما ما نفجع من أيام إلى أيام، من أسبوع إلى أسبوع، بحوادث مرور مميتة. اليوم فقط في خبر أنه 6 ضحايا في حادث مرور مروع في ولاية الجلفة، سيارة لنقل المسافرين اصطدمت مع شاحنة وخلفت هذا العدد من الضحايا. في رأيك وراه السبب الأساسي هنا أمام استمرار إرهاب الطرقات، حصد مزيد من الأرواح للأسف؟ نعم بالفعل سؤال ممتاز وجيد. إذن رغم الحملات التحسيسية المقامة من طرف مصالح الطريق الوطني، من طرف الوحدات،
القاعدية والتشكيلات في الميدان على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، رغم استعمال العديد من الأجهزة التقنية كرادارات تحديد السرعة لمحاربة مخالفات السرعة المفرطة، أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم وكذلك قياس نسبة المخدرات لدى السواق، واستعمال العديد من السيارات المموهة على مستوى شبكة الطرقات، إلا أنه ما زلنا نشاهد حوادث مرورية مروعة كل أسبوع. يعني تتصور معي ولاية الجلفة كان لها حادث يوم الأحد راح ضحيته 4 أشخاص، واليوم ننهض و يعني نفجع نسمع بحادث مرور خطير جدا خلف 7 وفيات وإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة. احنا هنا نتكلم على تحليل هذا الحادث، او نريد تحليل هذا الحادث ليس من اجل ترويع المواطنين، وانما من اجل ان المواطن ياخذ بالنصيحه ويعلم ماذا ارتكب هذا السائق في هذا الحادث حتى ما تتعاودش الكره. السائق او سائق هذا المركبه للنقل الجماعي للاشخاص كان يحمل على متن المركبه 13 شخص، نساء أو ورجال وأطفال، يعني تتراوح سنتهم من 5 سنوات فما أكثر. يعني هذا شيء مؤسف، حمل أو نقل عدد زائد من الركاب على متن المركبات يعاقب عليه القانون بشدة. هو شحال العدد ربما الذي كانت يعني تحتمله السيارة سيدة الرائد؟ العدد معروف، يعني عدد السيارة 7 أشخاص للنقل الجماعي لا يتعدى 7 أشخاص. هذا بالنسبة للمركبات اللي تنقل الأشخاص بين الولايات، لا يستطيع يعني أن ينقل أكثر من 7 أشخاص. هذا السائق انقل تقريب 13 شخص، تقريب ضعف عدد الأشخاص المدون على مستوى دفتر السائق، وهذا ممنوع، يمنع من عادة. ربما لست أدري إن كان هذا الأشخاص في رحلة ممكن من أجل الذهاب إلى المناطق الساحلية أو إلى الشواطئ أم ماذا. إذن يمنع من نقل عدد زائد من الأشخاص على متن المركبة، وإن كان ليس هو المخطئ، وإنما تبقى يعني المتابعة القضائية يعني في حقه موجودة. لكن سبب الحادث هو صاحب الشاحنة اللي ارتكب يعني خطأ فادح، اللي هو اصطدم بهذه المركبة نتيجة التعب والإرهاق. كان في حالة تعب كبير جدا سائق الشاحنة، مما انحرف به الشاحنة نحو المركبة فحدثت هذه النتيجة اللي هي حصيلة قياسية، 7 وفيات و6 جرحى. هنا دائما ننصح السواق بضرورة أخذ قسط من الراحة والنوم لما يشعر السائق مثلا بالتعب، خاصة قلتها مرارا وتكرارا، خاصة ابتداء من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا، السائق هذا يتعب وينقص التركيز تاعه والنظر تاعه كذلك. صحيح، لأنه معظم ربما عدد كبير من الحوادث كانت تتم ليلا فجرا. نعم، عدد الحوادث المرورية التي أحصيت على مستوى مركز الإعلام والتنسيق المرور للدرك الوطني كانت في الصباح الذاكر، خاصة للحافلات، حافلات نقل المسافرين أو مركبات نقل البضائع، وهذه حتى المركبات الخفيفة شاهدتم حادث مرور عام اللي خلف 5 وفيات كذلك كان في الصباح، كذلك حادث مرور تمرات كان صحيح. في الصباح حادث الجلفة كان خلال الصباح. يعني جميع الحوادث المرورية الخطيرة تقريب 70% من هذه الحوادث حدثت خلال الصباح. نعم. بسبب يعني التعب والإرهاق. سيد الرائد، ربما أيضا كبير جدا. فيها أيضا نقطة أخرى مهمة جدا قبل أن نختم معك، قضية موسم الاصطياف وهذا الضغط المرور الكبير الذي تعيشه الكثير من الولايات الساحلية، طريقة تسييره أحيانا كثيرا نجد أن حركة السير زادت بصورة معتبرة، طبعا هذا لأسباب سياحية وترفيهية معروفة جدا خلال هذا الموسم، موسم العطل وموسم الاصطياف، وأيضا في حركية مرورية باتجاه
هذه المدن وهذه الولايات السياحية، كيف ننظم هذا؟ كيف نجعل هذا موسم الاصطياف موسم للراحة، موسم الاستجمام، وليس لتعريض النفس للمخاطر في الطرقات؟ نعم، طالما شاهدنا اكتظاظ مروري يعني في الطرق المؤدية إلى هذه الشواطئ أو المناطق الساحلية، لماذا؟ تقريبا يعني بسبب سبب كبير جدا هو ضيق شبكة الطرقات المؤدية إلى هذه المدن أو إلى هذه الشواطئ، هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك التدفق الكبير لحركة المركبات عنده دور كبير جدا، أو الحركة المرورية خاصة خلال عطل نهاية الأسبوع، هناك حركة مرورية كبيرة باتجاه المدن الساحلية، إذن هنا تكون فيه اكتظاظ مروري من وإلى هذه الشواطئ خاصة في أوقات الذروة في المساء أو عند العودة مثلا ليلا. وكذلك هناك أمر آخر اللي هو حظائر توقف المركبات، راهي تكاد تكون منعدمة بالمدن أو بهذه المدن لتستقطب السواح. المدن الساحلية لتستقطب السواح يجب على السلطات أن تفكر في إنشاء حظائر لاستقطاب المركبات حتى ما توقعش فيها زحمة مرورية وما يكونش فيها وقوف وتوقف عشوائي أو ركن عشوائي للمركبات على مستوى شبكة الطرقات المؤدية إلى هذه الشواطئ. هذا من جهة. إذن لما تكون فيها، لماذا هذا السائق يقوم بركن المركبة قبل الشاطئ أو في الطريق المؤدي إلى الشاطئ؟ لماذا؟ لأنه الحظائر تكاد تكون منعدمة وغير منظمة. إذن يجب أن نعطي أهمية بالغة لهذا الشيء. كذلك يجب إنشاء الطرق المزدوجة أو يجب مواصلة ازدواجية بعض المقاطع المؤدية إلى هذه المدن الساحلية. احنا شاهدنا باللي يعني بعض المدن الساحليه اللي فيها كثافه مروريه كبيره الطرق شبك طرقاتها مزدوجه في بعض المقاطع فقط، ولكن يجب ان نكثر من ازدواجيه هذه الطرق. اشكرك. تخفف من الازدحام المروري وتخفف من اسباب او تخفف من حوادث المرور على مستوى الطرقات. نتمنى ان شاء الله السلامه للجميع، وان شاء الله هذه النصائح اللي قدمتها سيده الرئيس سمير بوشحيط تلقى اذانا صاغيه، وبحول الله نتمكن جميعا من تنظيم حركة المرور ومن تنظيم طرقاتنا ونزيد ونرفع من ثقافتنا المرورية. أشكرك جزيل الشكر سيد سمير الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب الإعلام والاتصال لمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني، كنت معي عبر الهاتف في الجزء الثاني من حلقة اليوم من استوديو الجزائر. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من استوديو الجزائر، ألقاكم بخير، السلام عليكم.